استولى مقاتلو الجيش السوري الحر على الكثير من الأسلحة خلال معركتهم ضد القوات الحكومية، فهذا هو أكبر مدفع رأيناه حتى الآن بين أيديهم. وهذه قذيفة هاون تركب على عربات عملاقة من عيار 120 ملم، وهنا ناقلة جنود مدرعة وبعض المدافع المضادة للطائرات التي تحمل على شاحنات صغيرة. نزلنا إسقاط، تم إسقاط طائرة كاملة بإذن الله طبعاً. تعي صوت قريب كتير. وبعد لحظات سمعنا صوت مروحية تحلق فوق المنطقة. نحن ننظر حالياً إلى طائرة هليكوبتر تحلق فوق البلدة، ونسمع إطلاق نار، وهذا ما يخشاه المقاتلون. فمعظم قتلى الجيش الحر الذين مررنا عنهم سقطوا بنيران هذه المروحيات. ويبدو أنها قدمت من مدينة حلب المحاصرة، والتي تقع على بعد 6 أميال من بلدة أندان التي يسيطر عليها الجيش الحر. يقول المتمردون السوريون أنهم يقاتلون من أجل التخلص من نظام الأسد، وأنهم نجحوا في طرد القوات النظامية من هذه البلدة، ولكن الثمن كان غاليا، فالبلدة أصبحت منطقة أشباح ولم يتبقى فيها أحد باستثناء المقاتلين. هذا هو سبب ترك البلدة. فمنذ يومين كان هناك 3 أشخاص أكراد من خارج المدينة يستقلون هذه العربة الصغيرة وأيضا هذه الشاحنة، وقد استهدفوا من قبل حاجز عسكري بالإمكان رؤيته من هنا، ولا زالت روائح الجثث تنبعث حتى الآن. المقاتلون يقولون أن هناك قاعدة للجيش السوري في المنطقة المقابلة لنا، ولا تبعد سوى أميال قليلة، حيث كان الجنود هناك يطلقون النار تجاهنا، وصوت الرصاص يدوي فوق رؤوسنا. وفي هذا البيت الذي يعود لأحد الأثرياء تقيم فرقة من المقاتلين بشكل مؤقت، ولقد عرضوا لنا بعض الأسلحة التي استولوا عليها من القوات النظامية. هاي مشان جدران، هاي مشان المباني، هاي مشان وبسبب قلة الدعم الخارجي الذي يحصل عليه المقاتلون، فإن كل رصاصة هي كنز حقيقي بالنسبة لهم.